على سؤالكم السيد النائب المحترم المرتبط بظاهرة النقل السري ببلادنا، أود أولا أن أشير إلى أن الحكومة جعلت من النهوض بالعالم القروي إحدى الروافد الأساسية للتنمية ببلادنا، وباش ننظموا النقل في العالم القروي تتبنى الوزارة دفتر تحملات من أجل استغلال خدمات النقل المزدوج، تحدد شروط استغلال هذا النوع من الخدمات وتيتوخى توفير شروط السلامة والجودة لساكنات العالم القروي. في نفس الإطار قامت الوزارة سابقا بإنجاز دراسات القرب بمعية السلطات والمجالس المحلية، كانت همت 58 إقليم. هذه الدراسات مكنت من تحديد المعطيات المتعلقة بدواعي تنقلات المواطنين بالعالم القروي، وأيضا وسائل النقل المتوفرة، وكذا الحاجيات المستقبلية لكل جامعة قروية. وتتشكل هذه المعطيات أرضية للجان الإقليمية للنقل والمصالح الوزارة لدراسة طلبات الحصول على رخص النقل المزدوج. وغادي تواصل الوزارة مواكبة الأقاليم المعنية بهذا النوع من النقل من أجل الاستجابة للطلب وتوفير خدمات نقلية تتماشى مع حاجية النقل لساكنة العالم القروي. وتنزيلا للجهوية المتقدمة غتقوم الوزارة بتسريع وتيرة العمل من أجل نقل الاختصاصات المتعلقة بهذا النمط النقلي إلى المجالس الجهوية في إطار رؤية متوافق حولها، باش نوفروا نقل يستجيب لتطلعات المواطنين وندمجوا الراغبين في ممارسة هذا النوع من النشاط في القطاع المنظم. وشكرا.